لا 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 لان انا عطيته الفلوس وتبعته وسولت لقيته بصح صدق دوك الفلوس. شنو خلاك تعاوني يوسف بهذا المبلغ المالي اللي هو 18 مليون؟ لان كيدير الاجر في محسنين، كيعاون محسنين، كيعاون الناس، شتو كيدير الخير في المغرب. نتبع علاش على القناه ديالو، شتو شنو كيدير، صيفط له الفلوس. اون بلوس واحد انسان طيب، واحد انسان اللي كتلقايه ميسر عليه الله في فرنسا، وكيمشي كيجلس مع الناس وكيبات سهران وهذا، يعني سي نورمال. شاف لا فرونس شاموني، عندي الجنسيه 20 عام وانا ديال الغربه، وجيت على قبل يوسف الزروالي، كنتمنى الله يطلق سراحو وغنشهد شهاده ديالي للقضاء، وغنقول شهاده ديالي قدام امام قاضي التحقيق، امام الرئيس، امام الوكيل، غندير ملف ديالي وغندفعو كما على الله. هذاك السيد اي حاجه كنعطيها له كيوصلها، والله اعلم شي حد لا بغى يكذب عليه ولا هذا، الله اعلم. علاش انا ما كيعرفنيش وصيفط 18 مليون وما داهانيش، ما عندي معاه لا كونتاكت، ما كنعرفو، ما كنجلس معاه، ما والو. تلاقيت معاه في المطار في باريس، جايه من شاموني، جايه باش ندوز سبت الحد، تلاقيت انا وياه، عطاني التليفون، انا مشيت تصورت معاه، قلت واش انت اللي كدير داك الخير وكتبني الديور هذا، قال لي اه صافي. بقيت معاه بالكونتاكت كنهضر انا وياه، انا ما كنعرفو، ما كنعرف دارهم، ما كنعرف حتى ها هو مكناس كامل، واش كيعمر شي حد شافني هنا؟ جيت في هاد لادات، جيت عنده هنا باش ندخل معاه ندير شكايه، لان انا تعرضت لواحد المكالمه من فرنسا ديال التهديد وهذا. شكون ما عرفتش، ما نقدر نظلم حتى شي واحد. شنو كيقول لك فيها؟ لا ما تدخليش، وماشي سوقك، وبعدي التيسا، وما عندك ما تجي ديري في المغرب، وهذاك بحار، وهذا ماشي بحار، هذه شهادة الحق. واش السيد 18000 اورو ما داهاليش؟ انا راه ما كنعرف حتى شي واحد. عين اخويا عين. كنعرف غير عاش محمد السادس، الله الوطن الملك. الاعمال اللي دار بهم يعني أنا واحد الدار في كازا كان ريبها، انا اللي تعاونت معاه داكوغ، وصيفط له عاود بزاف ديال الحوايج، ما يمكنليش نبقى نقول الخير، نقول شنو هذا، راه ما دايز لي حتى حاجه. قلتي 18 مليون، ها 18 مليون بغينا في المده، فاش غتعطيه؟ واش 6 شهور، واش عام، واش لا 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 لا، في ظرف قلت لك تعرفت عليه في 2018، انا راه ما كنكذبش، حيت كلشي عندي بالوثائق، وثائق، وجايبه الوثائق باش نوريهم، انا نفعهم للمحكمه. كامله ولا مفرقه؟ لا تسالوا مفرقه. وكانت في الاسم ديالو ولا كنتي كتصيفطها في الاسم ديال ممكن؟ لا في الاسم ديالو، لا 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 لا، ما كاينش اسمه، لا في اسمه. كان شي متابع؟ هو ملي كان في باريس، كاينه شي ماما ولا اختو؟ نو. دونك غنصيفطهم له هو، فلوس خداهم هو. وراك هو فلوسك فين مشات؟ انا تبعته وشفت فلوسي فين مشات، انا تبعته بلا ما هذا يهضر معايا ولا يتكلم. سؤال من عند الزملاء. واش؟ اخر سؤال، لان عندي شغلي غندخل خصني ندخل. انا داكوغ، واش تبغي شي واحد يظلم لك ولدك؟ ما تبغيش، تبغي شي واحد يظلم لك خوك؟ ما تبغيش، هذه شهادة لله، انا 18 مليون وصلها، 18000 اورو ماشي مغربية، ووصلها. يعني هذاك السيد الله اعلم كيفاش كنسمعوا عليه هذه الهضره، وبصح انا داخله والله العظيم دخلت في لوطوروت عند الجندرم كنقول لهم واش بصح داك الشيء واقع ليوسف الزروالي؟ واش بصح؟ باقا ما مصدقاش. علاش مسكين؟ علاش؟ مازال غتعاملي معاه؟ اه وي، اقسم لكم بالله، وثم اقسم لكم بالله، الا جايبه 20000 درهم على قبله هو غنشد له محامي دابا، وها هي غنوريها لكم ونوريها للصحافه. الله يرضى الملك، تاع المحامي، الله يجازيك خير. اوي غنشد ليه محامي، وجايبها على قبله، واللي بغى يجريسيني. لا لا، هاكا بنتي راه حق بنتي. دير وفاكاش، رجع للروس، قدم هنا انا وثائق ديال وفاكاش ديال فرنسا وديال هنا، وثيقه باش جيت النهار اللي كان هو في محكمه كيدفع شكايه بشي حد، كنت معاه انا وكانوا الشهود، لان انا ذاك النهار الله يطول عمرك حبيبي. أنا كنقول الحق، أقسم لكم بالله إلا أقول الحق، ثم أقول الحق، أنا ما كنعرف حتى واحد النهار ديالي.